أهلا بيكم. الفترة الأخيرة تابعنا طلب كتير من المواطنين، وخاصة نتكلم عن العاملين في الخارج أو اللي هم بيعتادوا يعني السفر للخارج بضرورة وجود لقاح جونسون أند جونسون علشان يقدروا يسافروا لهذه البلاد. البلاد دي طبعا بتضع مجموعة من الشروط، يعني شروط لدخولها، واحدة من أهم هذه الشروط فكرة الحصول على لقاح جونسون أند جونسون. مناشدات طبعا كتيرة وعديدة استجابت ليها وزارة الصحة، ويمكن بالفعل فجر اليوم الاثنين أعلنت وزارة الصحة عن بدء استقبال أولى شحنات هذا اللقاح، وقالت الوزارة وزارة الصحة إنها استلمت عدد 261 ألف وأيضا 600 جرعة من لقاح جونسون أند جونسون في مطار القاهرة الدولي. طبعا الكلام ده بالتعاون مع الاتحاد الافريقي، وده بيجي يمكن ضمن خطه وزاره الصحه للتنوع والتوسع ايضا في توفير اللقاحات المضاده لفيروس كورونا. في تاكيد في هذه النقطه على استمرار استقبال شحنات اخرى من اللقاح تباعا خلال الفتره الجايه ان شاء الله. وبالمناسبه اكد ايضا المتحدث باسم وزاره الصحه المصريه دكتور خالد مجاهد على اهميه التعاون الدائم مع المنظمات الدولية علشان يكون في يعني مواجهة بشكل أو بآخر وتوفير اللقاحات للمواطنين، لأنه ده مهم. وفي إشارة كمان في كلامه لأنه الشحنة اللي بيتم استقبالها النهاردة من لقاح جونسون أند جونسون بيتم توفيرها وتوزيعها أو بيتم توزيعها على المراكز المخصصة لتطعيم المسافرين الخارج بهذا اللقاح بلقاحات فيروس كورونا، وبيبلغ عددها يمكن 126 مركز متوزعين بقى على مستوى جميع المحافظات الجمهورية. طيب ننتقل لنقطة تانية. أيضا في كلام الدكتور خالد مجاهد أكد أنه لقاح جونسون أند جونسون يتم توفيره في مراكز اللقاحات والمراكز الدولية، وقال هيتم خضوع الجرعات للتحليل في هيئة الدواء، وجاوب يمكن على استفسارات مهمة جدا لكل المواطنين. كتير بيقولوا انه لقاح جونسون اند جونسون بيسألوا عنه هل آمن هل فعال. الحقيقة انه هو قال ان هو عبارة عن جرعة واحدة فقط، وبيحفظ في درجة حرارة اللقاحات الطبيعية، وهو آمن وفعال ومحدش يقلق من يعني حاجة زي كده. طيب جزئية تانية وهي فكرة مواعيد العمل الخاصة بمراكز التطعيمات. احنا بنتكلم هنا بقى بحسب كل اللي قالته وزارة الصحة في هذه المسألة. اولا مراكز التطعيمات بتشتغل من 9 صباحا لحد الساعة 10 مساء، اما مراكز التطعيمات الدولية بتشتغل او بتعمل من 8 صباحا لحد الساعة 2 مساء. طبعا دي معلومة مهمة جدا لكل المسافرين الى الخارج. مهم كمان انه نتكلم عن انه مساء يوم السبت اللي فات دخلت البلاد يمكن 175 الف جرعة من لقاح كورونا، لقاح سبوتنيك الروسي، وده معناه انه مصر استقبلت كده 3 دفعات من لقاح سبوتنيك. يعني الاولى كانت 210 الف جرعة، الثانية 190 الف، والثالثة 175 الف جرعة، علشان بكده يكون او يوصل عدد الجرعات النهائية ل 575 الف جرعة باجمالي 20 مليون جرعة. طيب ضروري كمان نقول انه الراغب انه يسافر لازم يسجل اولا عبر الموقع الالكتروني لوزارة الصحة المخصص عشان يحصل على اللقاح، ويختار مركز تطعيم المسافرين. طبعا يسجل وفق المحافظة اللي هو ساكن فيها من خلال رابط معلن عنه من قبل الوزارة، ويقدر يعني اقدر حضراتكم لو بتتابعونا توصلوا له بكل سهولة، علشان بعد كده تتواصل بقى مع حضراتكم وزارة الصحة لاحقا مع كل المواطنين اللي حابين هم يسافروا ويحددوا موعد تلقيهم للقاح وتوزيعهم على المراكز اللي خصصتها لهذا الأمر. طيب إذا خلينا نقول إن لقاح جونسون أند جونسون أصبح موجود بالأراضي المصرية، والمسافرين الخارج يقدروا من هذه اللحظة اللي بنتكلم فيها التقديم والحصول عليه. وخلينا نقول كمان جزء مهم جدا، وهي الجزء المتعلق أو الخاص بالخطوات. اللي عايز يسجل أو اللي عايز يحصل على اللقاح ومسافر أكيد الموضوع ده له شروط، ممكن يتصرف إزاي ويعمل إيه. خليني أستعرضها سريعا مع حضراتكم. أولا التسجيل زي ما قلنا على موقع اللقاحات، تحديد مكان الحصول على اللقاح في مركز المسافرين التابع للمحافظة اللي حضرتك بتكون فيه. طيب الحاجة الثانية الحصول على رقم التسجيل من خلال الموقع المعلن عنه من قبل الوزارة أو من قبل وزارة الصحة. لو كان أو لو كنت حضرتك من اللي بيسجلوا بناتهم مسبقا عملت كده هذه الخطوة بشكل مسبق، إذا بيتم الاتصال على الرقم 15335 عشان تغير المكان لمركز المسافرين.
ناس بتسأل عن الرسوم، الرسوم يا فندم 250 جنيه لكل شخص، سواء كان اللقاح جرعة أو كان حتى اللقاح جرعتين. وفي نقطة مهمة كمان، وهي فكرة التوقيع على إقرار الموافقة، اللي هو بيحتوي على إرشادات الحصول على اللقاح. أيضا في نقطة اللي هي ضروري جدا جدا، إنه المسافرين للخارج ياخدوا بالهم من خطوة مهمة، وهي إحضار أصل جواز السفر ومبلغ 100 جنيه عشان يكون في استخراج للشهادات الموثقة واللي بتحمل رمز معين خاص، لأن دي وسيلة عبورهم الوحيدة من المطار، وفكرة السماح لهم بدخول المطارات الخاصة بهذه الدول والعبور منها. طيب، دي كانت كل التفاصيل الخاصة بوصول شحنة لقاح جونسون اند جونسون. شكرا لطيب متابعة حضراتكم، انتظرونا في المزيد من التغطيات على مدار الساعة من تلفزيون اليوم السابع. إلى اللقاء.